يشكل إذا مشروع دسترة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وإعطاء دور نشط للمعارضة في الوطن، من بينها إبلاغ المجلس الدستوري، يشكل ضمانات قدمها الرئيس بوتفليقة فيما يشبه التنازل لقوى المعارضة في الوطن المنضوية تحت عباءة تنسيقية الانتقالية الديمقراطي. أحمد حفصي. في خطوة غير مسبوقة لبى الرئيس بوتفليقة أهم مطلب لقوى المعارضة والمتعلق بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو ما يتماشى مع أهم بند في وثيقة مازافرون من أجل ما تسميه المعارضة بالانتقال الديمقراطي الهادئ والمتفاوض عليها. سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية. جرأة الرئيس بوتفليقة في التعاطي مع مطالب المعارضة التي لم تتنازل عنها رغم إغراءات السلطة ستضع الزعامة الحزبية المنضوية تحت عباءة ما يسمى بهيئة التشاور والمتابعة فيما يشبه وضعية تسلل في حال عدم التعاطي إيجابيا مع تنازلات مؤسسة الرئاسة. ولذلك دائما نبقى متمسكين التعاون والعمل جميعا سلطة ومعارضة، واعتقادي أنه هذا المخرج الوحيد دون أن نبقى في تحليل الأوضاع وتشخيصها. قطع الطريق أمام دعاة انتخابات رئاسية مسبقة والذهاب نحو مرحلة انتقالية بالقفز على الإرادة الشعبية والطعن في شرعية المؤسسات هي رسائل الرئيس بوتفليقة التي ينتظر أن تثير زوبعة سياسية لدى قطب المعارضة بالتوازي مع ما يطبخ لدى معسكر الموالاة الذي يلملم شتاته تحسبا لما ستحمله قادم الأيام.